هكمل معاك سؤالي في المنتخب الاولمبي. السؤال التاني، يمكن انا شهدت فيه مجروحه علشان هو اخويا الصغير، و انا شايف ان هو يعني حارس واعي جدا وحارس ليه مستقبل حتى لو مش بيتواجد، ولكن وجوده في المنتخب الاولمبي يعني قرار يرجع لكابتن شوقي غريب، هو الراجل صاحب القرار في الاول وفي الاخر مصطفى هو شوقي. مصطفى الشوبيسي. مصطفى شوقي ليه في نقد على مصطفى الفترة الأخيرة في تواجده كحارس خامس للمنتخب الأولمبي؟ ليه في نقد؟ طيب هو بس انا في كذا جزء كده سريع هحاول اكلمك. اولا يا جماعه بالراحه كده، كره القدم فاضحه، حتى لو انت ابن فلان في الاخر هنتفرج، في الاخر هيبقى قدامنا. كسر شاب تحت اي بند مش مطلوبه، الولد ملوش ذنب. لو انت عندك مشكله مع الكابتن شوبير فمصطفى ملوش ذنب. لو انت مش مقتنع بمصطفى هيجي وقت مصطفى هيلعب وهيبان اذا كان هو كويس ولا وحش. كل اللي احنا المفروض نطلبه ادي مساحه للولد، ده قرار الكابتن شوقي. الولد هيتحاسب عليه ليه؟ بيجامله هو اللي هيتحاسب عليه مش مصطفى. انت ما بتحاسبش مصطفى، اصل انا شفت هجوم على مصطفى، هو ماله هو؟ هو ماله مصطفى ماله؟ تمام؟ انا شخصيا من الناس اللي مستني اتفرج على مصطفى عشان احكم عليه. انا شفت له ماتش واحد، كنت بتفرج، ولد بيلعب برجله كويس جدا وما كانش فيه هجمات كتير، الهجمتين اللي جم كان اتصرف معاهم صح. تمام؟ بس مش يعني احنا مش متعودين ان احنا نحكم على لعيب من ماتش واحد، بس التنشن بتاعته عالي. تاني حاجه الراجل بيلعب في الاهلي، الناس شايفينه ان هو مستقبله كويس، الكلام ده كله. الحته الثانيه اللي بتتقال، طب ما في ناس ثانيه احق، ده رايك، ده رايك. وفي حراس كويسين جدا، دي حقيقه، وفي ناس تستحق الفرصه، دي حقيقه. عارف يا اسم، نفس الناس اللي بتتكلم على وجود مصطفى هي نفس الناس اللي مش عايزه تتكلم عن وجود محمد ابراهيم ويوسف اوباما مع منتخب مصر الاول، يعني ما دول كمان يستحقوا يكونوا متواجدين. ليه الناس مش بتستموت نفسها في الدفاع على السوشيال ميديا عن محمد ابراهيم ويوسف اوباما زي مثلا ما بيتكلموا وينتقدوا لاعب؟ انا بتكلم بشكل عام، مش بتكلم، هو الموضوع فعلا بيتشخصن يعني. الموضوع بس عمر في نقطه عشان نكون امين جدا معاك، مصطفى سيد سهل. ليه؟ صح، عشان ان الكابتن شوبير. تمام، انا كابتن شوبير يعني انا يعني مش هتكلم عن كابتن شوبير في حاجه، بس كون انت عندك اختلاف مع الراجل ما تطلعوش على الولد. يعني في اعلامي معين انا بحترمه وبتمنى له التوفيق ومش هذكر اسماء، تمام، ماسك الولد شمال يمين شمال يمين، هتستفاد ايه؟ هتستفاد ايه؟ مصطفى عنده كام سنه؟ مواليد 2000. يعني كام سنه؟ 21 22. وانت في السن هيتم 21 وانت في السن ده كنت تحب حد يخلص عليك بغض النظر انت ابوك مين ولا امك مين؟ الولد ذنبه ايه؟ بص انا اقول لك على حاجه من الاخر، هو ممكن يكون في يعني ايه بعض الخلافات اللي تبقى مخوده بين الكابتن شوبير وبعض الاشخاص، فممكن يصرفيها على حساب ولاده، وانا ما بحبش كده خالص. ده اسلوب مش صح يعني. وانت كده لو انت، انا بقولها لك بكل امانه، اللي بيعمل كده ما عندوش ضمير وداين تو دان. ومره تانية كره القدم فاضحه، مهما كان في مجاملات، وخاصه في الليفل الاعلى اللي هو احنا هنشوفه في التلفزيون. مصطفى لو لعب في الاهلي هيبان، وناس كتيره لعبت وولاد ناس كانوا موجودين ومشوا، واخد بالك؟ فكل اللي اقدر اقوله لك انت عارف دايما بيطلعوا عليا ايه لما اقول خبر مثلا مش عاجب الناس؟ انا عارف. ما كانش بيعرف يلعب، يا عم ده كان لعيب على قده، يا عم ده بس انت كنت تلعب عمر ولا؟ بصراحة انا الفيديو. لا وفيديو ليه؟ عندي فيديو، لا عندي هايلايتس بتاعتي محتفظ فيديو لحد دلوقتي. دايما الناس بتحاول تشوف اي حاجة علشان تنتقدك بيها وخلاص، ونفس الناس دي يعني الناس اللي مستخبية ورا الكيبوردز دول، انا بتكلم على السوشيال ميديا. يعني حضرتك وريني نفسك وتعالى نتكلم، قول احنا بتعمل ايه؟ يعني اكيد انت عندك بعض الاخطاء، انا عندي بعض الاخطاء، ولكن انت ما ينفعش تنتقد بدون يعني بدون وجه حق. انت من حقك تنتقد، ولكن نقد محترم، نقد في السلوكيات والاخلاقيات. اخر سؤال، حاجه اخيره. بص يا مصطفى، رساله مصطفى. بص يا مصطفى، انسى الكابتن شوبير وانسى الاعلام وانسى الناس كلها، يا ابني المستقبل بتاعك لو عايز تثبت نفسك، وصدقني يوم ما تثبت نفسك اللي بينتقدك ده هو اول واحد هيقف في ظهرك. اجمد تمام ووريهم في الملعب، يا اما هتدي فرصه لكل ان هو ينتقدك. بس طيب اخر سؤال، رايك في قرار عوده كهربا مره تانية بعد ما الناس قالت لك عماد هيرجع وهيشارك؟ النادي الاهلي التزم من يوم 4 مارس ليوم 4 ابريل، يعني راجل مبتعد تماما، مفيش تدريبات، بيتمرن لوحده، هيرجع التدريبات تاني بدايه من يوم 4. ايه رايك في القرار؟ انا عايز اسالك سؤال قبل ما ارد، عشان احيانا باخد منك دور المذيع، تعرف انت طمعان شويه في الكورس. انت مش شايف ان كهربا من يوم ما طلع القرار ملوش صوت؟ اكيد طبعا ما اتكلمش طبعا. فانا مبسوط. ليه؟ لان هو لو كان اتكلم وحصلت اخطاء في كلامه او تسريبات او كلام من ده كله كانت خلصت عليه. فانا بقول له بشكرك ان انت كنت ذكي، وده بالنسبه لي
حاجه بسيطه جدا، بتقول ان انت متمسك بفرصه في النادي الاهلي وان انت عايز تكمل، وده معناه ان احنا كلنا في دارك يا كهربا، انت لعيب كبير ومش مصلحه حد انت تخلص عليك في النادي، بالعكس احنا محتاجينك، الموهبه في المكان ده ما بقتش كتيره زي الاول، تمام، فرصه تانية هترجع التدريبات امسك فيها بايديك واسنانك واحنا في ظهرك بس.